مساء الخير. كل ما بتيجي سنة جديدة الناس بتتمنى أمنيات إنه تقدر تحققها ببداية عام جديد. بعملنا الإعلامي عنا كتير أمنيات بتخص رياضتنا للعام الجاي، بتمنى يكون عنا أكيد ملاعب كرة قدم تكون على المستوى الجيد وتقدر تخدم الدوري السوري لكرة القدم للمحترفين. بتمنى من الأندية للعام القادم تقدر تشتغل ضمن إمكانياتها المادية وتحط ميزانية سنوية صحيحة لحتى ما تلاقي حالها بورطة مالية عم تتوارثها الإدارات من إدارة لإدارة لحد ما نوصل لمرحلة كارثية. بتمنى من اللاعبين يعرفوا شو معناتها كلمة احتراف. بتمنى نشوف اتحاد كرة قدم حقيقي بهمه مصلحة اللعبة مو مصلحة أعضائه أو الناس اللي عم تشتغل فيه. بتمنى فعلا انه نتجاوز عتبة التصفيات المونديالية الحالية ونرجع نطلع للملحق او حتى نتأهل لكأس العالم العام القادم. بكرة السلة بتمنى نستقر على جهاز فني وإداري جديد للمنتخب مشان نقدر نكمل لقدام، لأنه كمان عنا تصفيات مونديالية وعنا بطولة آسيا. الرياضات الباقية بتمنى من الاتحادات والأندية انه تهتم فيها وما تبقى حبر على ورق. رياضاتنا يلي كنا أبطال فيها المصارعة، الملاكمة، الجودو، الكاراتيه و يا ريت نرجع نشوفها بتألق على المستوى العربي والدولي. العمل الإداري والتنظيمي بالاتحاد الرياضي العام بتمنى أشوفه فعال وواقعي ومنسجم ومو كل حدا عم يغني على ليله. بتمنى نكون إيد وحدة رياضيا محارد كل مين إيده له. كتير أمنيات وكتير طلبات، بس السؤال هون يا ترى رح تتحقق هاي الأمنيات ولا رح نبقى مكانها كراوح؟ ميلاد مجيد للكل، كل سنة وانتم سالمين وسنة سعيدة تقدروا تحققوا كل أمنياتكم. يسعد مساكم. مساء الخير مجد. مساء الخير عمر، كل عام وانت بألف خير يا رب. إن شاء الله السنة الجاية تحقق فيها كل أحلامك وأحلام الرياضة السورية، وكل شيء راح بهالسنة مو حلو ما عاد يتكرر يا رب. أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدينا يسعد مساكم، كل عام وانتم بألف خير. هي آخر حلقة رح تكون لهي السنة، إن شاء الله نقدر نقدم بهي الحلقة محتوى ينال إعجابكم من خلال بانوراما خاصة بالرياضة السورية والرياضة العالمية. بدنا نقول مبروك لكثير من الأندية وكثير من اللاعبين خلال السنة اللي مضت. خلينا نقول مبروك لنادي تشرين كرة قدم، خلينا نقول مبروك لنادي جبلة كأس الجمهورية كرة قدم، كمان سيدات الثورة بنقول لهم مبروك، نادي الكرامة اللي عمل إنجاز لأول مرة نادي خارج دمشق وحلب بيحقق بطولة كأس أو بطولة الدوري لكرة السلة. مبروك لكل اللاعبين السوريين اللي حققوا إنجازات خارجية، وعلى رأسهم بطلنا اللي بنفتخر فيه الكابتن معن اسعد. صحيح. برونزية طوكيو. وهارد لك لكل حدا ما قدر يحقق إنجاز. إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة خير لرياضتنا السورية. مشاهدينا مثل ما قلنا بحلقة اليوم رح نحكي رياضة محلية، بانوراما رياضة محلية وبعض الأخبار العالمية بالبانوراما، بس بداية خلونا نبدأ بالعناوين. اثنا عشر شهرا من الخيبات والنكسات في كرة القدم السورية، فهل يكون العام الجديد امتدادا للسابق؟ رياضتنا واتحاداتنا غرقت في بحر من المشاكل الإدارية، وبرونزية معن أسعد الاستثناء الوحيد. اللون الأزرق يتفوق في كرة القدم العالمية قبل عام من عرس الكرة المونديالي. طبعا عمر، يعني الهم والاهتمام دائما هي كرة القدم السورية. سنة 2021 عشنا شيء يمكن لأول مرة بحياتنا، ثلاث مدربين تناوبوا على إدارة المنتخب الوطني الأول، الكابتن نبيل معلول، الكابتن نزار محروس، واليوم الكابتن تيتا فاليريو. بتمنى له كل التوفيق طبعا. أكيد. هذا الشيء ما سبق وعشناه نحن. ليك مجد، حكينا من أول حلقات هذا البرنامج اليوم بالإدارة الصح. اليوم الرياضة الجديدة أو الرياضة الحديثة من 20 سنة لهلا هو علم الإدارة، علم بحت لحاله. اليوم الإدارة الصح بتنتج رياضة صح، لأنه أنت بتعرف تنقي المنتخب، بتعرف تعمل تركيبة جيدة للاعبين عبر أنك تقدر تستخدم مثلا مدرب بيلبق مع شكل او سيستم الفريق اللي انت عم تدربه. مشكله تخبطات القرارات الاداريه والفنيه وحتى على مستوى الدوري من الاتحاد السابق لكره القدم ودتنا لهذا المكان. اليوم نحن بنقطتين فقط بالتصفيات، مشكله كثير كبيره. ما تسال ليش هلا نحن هون واصلين، بدك تسال نحن من سنه ونص او من وقت انتخاب اتحاد كره القدم السابق لوقت استقالته شو عملوا هذا الاتحاد. هذا الحديث اللي حكيناه نحن باكثر من مره، وقت بدك تشتغل بمكان بيعني بالشأن العام باتحاد كرة القدم مثل اتحاد كرة القدم عندك مسؤولية ومسؤولية كتير كبيرة. الأسماء اللي كانت موجودة رياضيا ما في شك فيها، ولكن بالإدارة طلع في كتير شك بهذا الموضوع. اليوم وقت بنقعد بنحكي بهذا النقاش بيقول لك إنه لا بتهاجموا اتحاد كرة. إحنا ما بنهاجم، نحن بنهاجم الشيء الخطأ. إحنا في قدامنا شيء مكتوب وعم نشتغل عليه. تماما، بتهاجم الشيء الخطأ، بتنقد الشيء الخطأ، بعدين النقد البناء كتير منيح، لأنه وقت بتحكي عليك بعملك هو ما له بشيء شخصي عليك. دائما المشكلة باتحاد كرة القدم أو الاتحاد السابق خليني أحكي تماما، دائما وقت كنا ننقد عملهم بهذا الشيء بياخذوا شيء بموضوع شخصي بياخذوها لهم. أبدا، نحن يا جماعة إذا أنتم ما كنتوا موجودين بهذا المكان أكيد كل ذكركم راح يجي بالطيب، ما راح نجي ونحكي عليكم بشيء، ولكن اليوم خلينا نشوف مثل ما بيقول المثل هذا الغيم اللي جاب هذا المطر. اليوم منتخب عم يترجى نقطة لنوصل لملحق، تخبطات فنية وإدارية، ما بدي أحكي لك بعيدين عن الفوز. نحن حتى فزنا على تونس، تذكرنا شو معناتها فوز 10 مباريات متتالية من دون ما نحقق أي فوز، مشاكل كثيرة مثل ما كنا عم نحكي، قصص عشناها ما بنتمنى تتكرر هي القصص، بأخطاء إدارية بمشاكل بعض اللاعبين. هي الكلمة تحديدا اللي عم تحكيها هي اللي بتخوف، إنه نرجع نكرر الشيء اللي عم نحكي فيه. تعودنا نوقع بنفس الخطأ أكثر من مرة، يعني هذا التاريخ بيثبت مو كلام من عندي. إن شاء الله الأيام القادمة رح تكون إن شاء الله عكس هيك يا رب. مشاهدينا، كيف كانت رحلة منتخبنا السوري خلال هاي السنة؟ خلونا نتابع بهذا التقرير. يا فرحة ما تمت، ويلي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. أمثال شعبية سورية بتلخص واقع كرة القدم السورية بالعام 2021 ما بين موسوعة جينيس اللي يمكن ندخلها قريباً من خلال عدد الإقالات والاستقالات وتغيير الكوادر والإدارات، وما بين خسارة ورا خسارة أصابت كرتنا عبر المنتخب الأول والأولمبي والشباب والناشئين كلها بدون استثناء. رح ننهي عام مليء بالخيبات والصدمات للشارع الرياضي، ويمكن نحتاج لصفعة على وشنا لحتى نصحى من هالواقع يلي يمكن ما تغير من عصور بكرتنا. وبيبقى الحلم يلي ما عم يكتمل هو عنوان لكرة القدم السورية بعام 2021، بعد ما أنهى منتخبنا الوطني الأول عام 2020 في المركز 86 عالمياً والعاشر آسيوياً والتاسع عربياً بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، وكمل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم واللي كنا متصدرين فيها مجموعتنا ب 15 نقطة بأداء باهت وغير مرضي. فزنا على المالديف وغوام وخسرنا قدام الصين، بس بالعموم النقطة اللي كان ثمنها 81,000 يورو جبناها، وتأهلنا لكأس آسيا ب 2023 وللدور النهائي من التصفيات المونديالية. ومع المدرب الوطني نزار محروس بلشت حكاية تانية، بدايتها كانت بالخسارة قدام إيران بهدف، ونهايتها كانت بحصد نقطتين بس من أصل 18. أما تفاصيلها فشهدت إقالة اتحاد كرة القدم برئاسة العميد حاتم الغايب وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد. ولأنه الخد تعود على اللطم ضلينا 10 مباريات متتالية عم نقول لبعضنا هارد لك، لوقت ما إجا الساحر تيتا اللي طلع عصايته السحرية ومنحنا فوز تاريخي على منتخب تونس قبل ما ترجع حليمة لعادتها القديمة ونخسر مع موريتانيا ونطلع من الدور الأول لمونديال العرب. ولنختتم العام 2021 بالتراجع على سلم التصنيف العالمي 10 مراتب كاملة ونستقر بالمركز 86. الضربات الموجعة والصدمات ما وقفت عند منتخبنا الأول، فأولمبينا وصل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا وخسر بأسوأ قدام جيراننا الأردنيين، وبالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا فشلنا بتجاوز دور المجموعات على الرغم أنه ما خسرنا ولا مباراة. فزنا على سريلانكا وتعادلنا مع اليمن وقطر، بس هالشي ما كان كافي. منتخب الشباب شارك ببطولة غرب آسيا بإربيل اللي وصلها بعد رحلة سفر استمرت 19 ساعة، تضمنت رؤية الإهرامات بمصر. خسارتين مع لبنان والأردن وفوز بهدف إجا عن طريق النيران الصديقة. على الإمارات خلانا نحتل المركز الثالث بمجموعتنا ونودع البطولة عبكير. أما ختام الأحلام اللي ما اكتملت فكان بطلة منتخب الناشئين اللي قدر إنه يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا بعد حسابات معقدة بكل المجموعات. الفوز على فلسطين بسداسية نظيفة ساعدنا أكيد، بس بعدها إجا دور اليمن لتدون اسمها بقائمة اللي غلبونا هالسنة، اللي منتأمل إنها ترحل بكل خيباتها لأنه ما فيها شي فيها حلو ممكن نتذكره بكرتنا. الغريب عمر مو بس كرة قدم رجال، يعني حتى بالفئات العمرية ناشئين وأولمبي وشباب كنا متعودين دائما نوصل لمراحل متقدمة، لعبنا غرب آسيا ولعبنا بآسيا نهائيات، أي شيء كانت بسمة لنا، بس هي مشكلة كثير كبيرة بنتمنى أنه ما عاد تتكرر. لنعرف أكثر عن كيف عشنا كرة قدم سورية بالسنة اللي رح تروح إن شاء الله بعد كم يوم، انضم لنا عبر الهاتف الإعلامي الصحفي الأستاذ فايز وهبي. يسعد مساك أستاذ فايز. مساء الخير مجد، ومساء الخير عمر، ومساء الخير لكل المشاهدين، وكل عام والجميع بألف خير ووطننا بخير. أهلا وسهلا فيك يا كابتن أستاذ فايز، يسعد مساك حبيب قلبي. أستاذ خلينا نحكي، أنت اليوم صحفي وناقد ومخضرم في كرة القدم، خلينا نحكي شو بتقدر تعنون العام هذا يعني الفائت طبعا بكرة القدم السورية، شو ممكن نعطيه عنوان؟ خلينا نحكي بصراحة، نحن العام الماضي بقيادة الاتحاد السابق، الاتحاد يعمل ويخطئ لكن الخطأ كان كبير جدا، والكرة السورية دفعت فيما بعد فاتورة المدرب نبيل معلول نتيجة التعاقد الخاطئ. نبيل معلول مدرب كبير ويعني معروف عربيا وأفريقيا، لكنه لم ينجح في سوريا بسبب العقد اللي كان لصالحه فقط وليس لصالح الكرة السورية، ودفعنا ثمن هذه الفاتورة الباهظة في تصفيات المونديال. طبعا نتائج الكرة السورية كانت العام الماضي، خلينا نستثني نحن الفترة اللي استلمت فيها اللجنة المؤقتة لأنه في كلام كثير بدي أحكي عن هذا الموضوع. العام الماضي كان مخيب الأمال، إن كان سواء على الأندية أو على المنتخبات الوطنية السنية وغيرها، بسبب خلينا نحكي نحن سوء الاستعداد، عدم جدية الإعداد، عدم وجود خطة مبرمجة لإعداد المنتخبات الوطنية، وهذا ينطبق ايضا على الانديه. المشاكل اللي عانت من الانديه، عدم الاستقرار الاداري انعكس بدوره على الاستقرار الفني، شفنا نتائجنا نحن في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي كانت نتائج مخيبه الامال على عكس السنوات الماضيه. اذا كرتنا كانت تتارجح وتتراجع لاسباب مختلفه. تماما. طيب استاذ فايز، هي من خلال كلامك نحن عرفنا انه ما كانت رياضتنا الكرويه بخير بالسنه اللي راحت مثل ما انت قلت بالاتحاد الرياضي السابق برئاسه السيد حاتم الغايب. طيب بالفتره القصيره اللي استلم فيها اللجنه المؤقته، تفضل شو حابب تحكي؟ بصراحه تفضل. انا صدقا انا طبعا اشتغلت انا بمكتب الاعلام في الاتحادات السابقه لفتره قصيره وتركت لاسباب مهنيه. الان انا عم بشتغل مع اللجنه المؤقته، صدقا العمل الكبير التي تقوم به اللجنه المؤقته، يعني هن شخصين ثلاثه اللي عم يشتغلوا، يعني انا بقول الكابتن نبيل السباعي اللاعب الدولي المعروف اللي عم يبذل جهد كبير لانجاح العمل ولو لفتره مؤقته. كده بنعرف نحن انه بازار نهايه ازار القادم سيتم انتخاب اتحاد جديد، لكن اللجنه المؤقته بدون مجامله يعملون الحقيقه على مدار 24 ساعه بكل جهد لانجاح عمليه اعداد المنتخب الوطني. والدليل خليني احكي بصراحه، بغض النظر عن نتائجنا في كاس العرب، لكن اداء المنتخب كان جيد، كان في صوره مغايره، كان في اداء، كان في رضا من الجمهور، ان كان الجمهور الموجود في قطر او الجمهور السوري بشكل عام كان راضي عن الاداء من خلال العمل يلي فتره قصيره كثير تغيرت الصوره شوي. اذا نحن قادرين على تغيير الصوره، على تجميل الصوره، على اعداد المنتخبات بشكل صحيح، شريط ان توفر العناصر الاداريه القادره على اداره شؤون الكره السوريه. يعني انا ما عم اقول نبيل السباعي عم يبذل جهد كبير جدا، رغم خليني احكي بصراحه، رغم بعض خليني احكيها بالعاميه اللغوصات من البعض لفرض انفسهم، لفرض الاخرين. هي خليني اقطعك هون استاذ. اليوم كلامك اكيد كل الشارع بيعرفه، لكن عم تحكي اليوم على بالعاميه اللغوصات وسوء العمل الاداري. نعم. هذا مين بيتحمل مسؤوليته بعد استقاله اتحاد كره القدم؟ هل برايك هذا الاتحاد يلي موصلنا لهلا بنقطتين بالتصفيات لكأس العالم خلق لنا مشكله اداريه، ماليه، تنظيميه، اعداد فرق، هذا مين بيتحمل مسؤوليته؟ يعني هلا معلش المسؤوليه ما بقدر انا اقول انه شخص معين من الاتحاد السابق هو المسؤول، هي مسؤوليه جماعيه. النجاح هو نجاح جماعي، الفشل هو فشل جماعي. ما بنقدر نحطها بشخص واحد، هي عمليه متكامله سواء كان في نجاح او في فشل. تماما. أيوة. استاذ فايز، انت وعم تحكي مع حضرتنا ومع حضرتك وعم تحكي مع الجمهور، بدنا نشوف مع بعض جرافيك بيخص المنتخب السوري بما يتعلق بمدربين الثلاثه اللي تناوبوا على اداره المنتخب السوري، الكابتن نبيل معلول، الكابتن نزار محروس، الكابتن تيتا فاليريو. لعبنا 16 مباراة مع المدربين الثلاثة، فزنا بثلاثة، تعادلنا بثلاثة، وخسرنا ب10 مباريات للأسف. طبعا في عنا نحن لعبنا تصفيات كأس العالم، ولعبنا أيضا بطولة كأس العرب. بكأس العالم كلياتنا نعرف النتائج، والتصفيات الآسيوية قديش للأسف يعني ما عنا ولا فوز، فقط عنا تعادلين، وفي عنا عنا مباريات كمان ودية خسرنا 3، تعادلنا 1، وكمان بنشوف نحن هدافنا محمود المواس معه 5 أهداف لسنة 2021، ومعنا أكثر من لاعب معهم هدفين، مارديكيان، ياز عثمان، محمود البحر، السومة وخريبين. منتخبنا سنة 2021 سجل 20 هدف واستقبل 27 هدف، وبرجع بقول إنه كل هذا تم مع 3 مدربين. تفضل كابتن فايز. أنا معك، بتفق معك. خلينا نعلق على موضوع الأرقام. يعني اليوم الأرقام واضحة، وأنت واحد من الناس يلي بتهتم بهي الأرقام وبتعرف شو عم يصير. نعم. شو رأيك بهي الإحصائية بخلال هالسنة ونص أو هالسنتين اللي تم فيهم انتخاب اتحاد كرة القدم، واصلين لهيك أرقام، واصلين لهيك إحصائية؟ نعم. طبعا الأرقام لا تكذب أخي عمر. تراجع تصنيفنا كمان على المستوى الدولي كابتن، درجة واحدة بعد مسابقة كأس العرب، رجع تصنيفنا درجة واحدة. يعني هي الألقاب بتدل إنه نحن كنا أمام فشل كروي، والفشل الكروي مين مسؤول عنه؟ المنظومة بشكل عام كلها، ما بدي أقول اتحاد كرة القدم فقط، لا، كمان لازم تغيب المحاسبة عن العمل الخاطئ. هي مشكلتنا في الرياضة السورية. تماما استاذ، هلا نحن بسنة واحدة رجعنا 10 مراتب لورا، هذا الشيء بخلينا نفوت بمرحلة أو بحالة من اليأس والركود، أم لازم نحن نعمل ردة فعل؟ ما بتكفي ردة فعل الشوط الثاني بمباراة الإمارات والفوز على تونس، واللعب مع بوركينا مع منتخب موريتانيا بطريقة جميلة ولكن خسرنا، هذا ما بيكفي. شو لازم نعمل؟ شوف ما في أي نتيجة إلا مسبباتها، مزبوط ولا لا؟ صح. ما في دخان بدون نار. انت هي السلسله كامله، انت وقت عم تجيب مدرب قبل اسبوع وعم يشارك بكاس العرب، ما بنقدر نحن غير انه نعذره ونعذر لاعبين. نحن منتخبنا شارك في كاس العرب بفريق نحكي بصراحه من الصف الثاني من اللاعبين، معظمهم المنتخب الاولمبي، ومع ذلك مع هيك دخلوا قلوبنا يعني. نعم خليني اكمل بس. تفضل. رسم صوره، اذا نحن نمتلك القدره على رسم صوره جديده، لكن هذا يحتاج الى اعداد حقيقي، الى جهاز تدريبي واداري متفاهم، ابعاد الملغوصين، ابعاد الناس الوصوليين. فقط الخبره هي بتلعب دورها، انا خليني اختار ناس يمتلكون الخبره والقدره والقبول من الجمهور وخليهم يتفضلوا ويشتغلوا، واكيد نتركهم نعطيهم حريه العمل. لكن للاسف دائما عم نشوف يعني كل اتحاد عم يجي للاسف عم نلاقي مجموعه من الاشخاص انا بقول داخلين على الرياضه، مو بس بكره القدم، بالعاب ثانيه كثير بصراحه. وانا اتمنى أن الاتحاد القادم اللي راح يتم انتخابه خلال الفترة من 27 آذار وحتى 3 أو 4 نيسان أنه يضم الخبرات الحقيقية القادرة على التطوير وليس للبروزة والتنظير. تماما أستاذ فايز، كمان يعني بحديثنا عن المنتخبات خلينا ننتقل لنحكي عن منتخبات الفئات العمرية، يعني مشكلة كبيرة كمان. ليك حبيبي مش خلينا نحكي بصراحة. تفضل. أكيد. نحن إنجازاتنا خلال 20 قبل 20 سنة بالمنتخبات السنية كانت بمنتخبات سنية غير حقيقية. يعني كنا بنعرف نحن إنه كنا نشارك بلاعبين فوق الأعمار المعروفة، وحققنا بطولة كأس آسيا وحطينا من عدا منتخب واحد يشارك منتخب الناشئين في كأس العالم بتشيلي، كان هو الوحيد اللي كان عمره قانوني. اما بقيه المنتخبات ما عم بحكي على السيريا، هي عم بحكي على بال20 السنوات السابقه. صحيح. نعم كانت منتخبات فوق العمر المطلوب. بحكي بصراحه يعني ما كان عندنا الانجازات العظيمه بالاعمار القانونيه، بقول لك واحد كان كل المنتخبات عم تزور. طيب هذا لا يعني انه نحن كمان مثلا ندخل بهي المتاهه. هي نحن بحاجه يا اخي الى بناء كره قدم من الصفر، بحاجه الى خبراء اجانب يخططوا ويشتغلوا صح، بحاجه الى ملاعب صالحه للتدريب وللمباريات. ما عندنا ملاعب صالحه لا للتدريب لا للمباريات، انت عم تشوف بعينك، عم نشوف نحن الملاعب عندنا شو صار فيها. وطبعا نامل نحن لك يعني اذا ما في عندنا معلش ارضيه مناسبه، في عندنا امور لوجستيه لازم تتوفر وهي بديهيه، اولا الملاعب والادارات القادره، الاستقرار الاداري مو بس بالمنتخب بالاتحادات لا ايضا في الانديه، ما عم نشوف غير بكل نادي في عندنا الاحتراف لازم ينعاد نظام تطبيق الاحتراف، نرجع نقول نادي عم يدفع بالسنه 2-3 مليار للاعبين بعدين بوقف ما في عنده امكانيه، بكل العالم اي نادي سيشارك في دوري المحترفين لازم يكشف عن ميزانيته القادره على الصرف على اللاعبين، لكن للاسف نحن ما في عنا بيشارك بدوري المحترفين، بعد شهر شهرين بيقول لك تستقيل الاداره بيستقيل المدرب. وطب هذا الاحتراف عندنا منقوص وهو انحراف وليس احتراف. طيب كابتن خليني اوقف معك بما انك جبت سيره الانديه والدوري، نشوف هذا التقرير ونرجع نعلق عليه. تقرير بعيدا عن منتخباتنا، لم يكن الصداع أقل ألما في كرتنا المحلية، فالفشل الإداري انعكس بشكل طبيعي على مسابقاتنا المحلية ومستواها الفني. مصطلح الرزنامة المقدمة ذهب أدراج الرياح مع أول اختبار حقيقي، وملاعبنا السيئة أنتجت مباريات تشبه كل شيء إلا مباريات كرة القدم. انحراف في القوانين أدى إلى انحراف في منظومة الاحتراف، وأوصل الأندية من حال الفقر إلى العجز التام. إدارات تعمل في ظروف قاسية وأخرى فضلت الرحيل، وبين هذا وذاك يعيد البعض عبارته الشهيرة لولا أنها مستديرة لما تدحرجت. عودة اللاعب رقم 12 إلى المدرجات بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا كان من بين النقاط المضيئة القليلة التي عرفتها كرتنا المحلية في العام 2021، وربما كان لجماهير فريق البحارة النصيب الأكبر من الفرح. فرغم كل الصعوبات التي عانى منها تشرين في رحلة الدفاع عن لقبه، إلا أنه تمكن من التتويج بطلا للدوري السوري الممتاز لموسم 2020-2021، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حسم الصراع على البطولات لمصلحته على حساب الجيش والكرامة الذي تصدر الكثير من جولات مرحلة الذهاب. فريق النوارس جبلة كان له نصيب من الفرح أيضا، بعد أن توج بطلا لكأس الجمهورية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن تغلب على حطين في المباراة النهائية بركلات الترجيح ليسجل عودته إلى البطولات الخارجية بعد زمن طويل. واكتملت أفراح جبلة بتتويج لاعب الفريق محمود البحر بلقب هداف الدوري برصيد 22 هدفا. على صعيد آخر، وبعد أن كاد خطأ إداري يكلفنا الغياب عن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، شارك كل من ناديي تشرين والوحدة دون أن يتمكن أي منهما من العبور إلى الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، فافتتح البحارة مشوارهم بتعادل إيجابي ب3 أهداف لمثلها أمام الكويت الكويتي، قبل أن يخسروا أمام الفيصلي ويفوزوا على شباب الأمعري الفلسطيني ب5 أهداف. أما الوحدة فقد اكتفى بتعادلين، سلبي مع العهد اللبناني وإيجابي مع الحد البحريني، وعاد بخفي حنين. في كرة القدم الأنثوية شهد العام 2021 تتويج سيدات فريق الخابور كبطلات الدوري السوري الممتاز، فيما حلت سيدات محافظة حمص بالمركز الثاني وسيدات فريق جرمانة في المركز الثالث. كابتن شفت التقرير أكيد. اليوم عم نحكي على موضوع الدوري، ومثل ما سبق وحكيت قبل التقرير إنه الأندية عم تتكلف وعم تحط مصاري. الجمهور اللي هو كل العالم تحسدنا عليه، دول الجوار وحتى على مستوى الوطن العربي، الجمهور السوري في الملاعب من أكبر الجماهير اللي بتحضر كرة قدم، ولكن للأسف المتممات أو الشغلات الأساسية والمسلمات اللي تكون كرة قدم ناجحة ما في، ملاعب ما في، أدوات ما في، مثل ما حكيت هيك لغوصة سميتها ولا شو سميتها؟ لغوصات. إيه يعني الملاعب للأسف سيئة، التجهيزات سيئة. مشكلتنا هنا في كثير من الاتحادات دخول أشخاص لا علاقة لهم باللعبة ولا يمتلكون القدرة ولا الخبرة ولا. طب هدول شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يطوروا؟ هدول راح يسيئوا وراح يعرقلوا العمل. هذا ما بينطبق على اتحاد الكرة فقط، على بقية الاتحادات أيضا. نحكيها بصراحة، يعني أنت معاصر رياضة وأنا معاصر رياضة سورية كإعلامي من 40 سنة. نفس المشاكل عم نعاني منها دائما عم نعاني. كابتن هون خليني أقطعك، هون بيتهموا خليني احكي عن المسؤولين الرياضيين من الاتحاد الرياضي العام، بيقولوا لك هي مسؤولية الجمعية العمومية، وبيتهموا الجمعية العمومية باختيار الاشخاص ان كان سين او عين او فلان، فبيقولوا لك انه انتم اللي عم تختاروا حل بسيط. وفعليا خلينا نحكي الانتخابات في هي المرحلة طبعا عم تفرز ناس مثل ما عم تحكي. اخي عمر الحل بسيط جدا، معلش انا خلي مثلا انتخابات اتحاد كرة قد يرشحوا حالهم 100 واحد، لكن يجب أن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة. نحن شفنا باتحادات سابقة والاتحاد السابق دخول بعض الأعضاء لم يمارسوا الرياضة نهائيا، مو بس كرة القدم، لم يمارسوا اللعبة. ممكن ما يكون يمارس اللعبة لكن عنده خبرة إدارية، عنده خبرة على القيادة، هو كابتن. شفنا اللي مارسوا الرياضة شو صار هيك بدك أحكي اللي مارسوا الرياضة نحن بأسماء، ما بدي أقعد أجيب أسماء هلا لأنه شيء صار ومضى ولا قاعد ندفع حقه هلا. الناس اللي مارست رياضة والناس النجوم والكبار حكيت بمقدمتي، شوفوا نحن وصلانين لهلا بكرة القدم. ما بعرف أن أنت بتلاقي إنه اليوم الإدارة تختلف عن 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 إنك تكون لاعب سابق واسم كبير و من هاي الأسطوانة اللي دائما نحن بنحكي فيها إنه فلان ما لعب رياضة فهو لا يصلح في الرياضة. لا 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 مو هذا القصد عمر، قد يمتلك الخبرة والقدرة على الإدارة. نعم. نحن رؤساء اتحادات دولية ما كانوا لاعبين مثلا. نعم. لكن عندهم قدرة على القيادة. بعدين بكل اتحادات العالم، في اتحاد كرة قدم مثلا بأي دولة، مو أعضاء الاتحاد اللي بيشتغلوا فقط، في عندهم جيش من الموظفين المؤهلين كل واحد بقسمه. صحيح. هذا المفروض، يعني أنا مثلا خذ رئيس اتحاد دولي، هاد واللي قبله ما مارسوا اللعبة، لكن عندهم كاريزما رياضية، عندهم قدرة على الإدارة، عندهم جيش من الموظفين. أعطيك مثال بسيط، في كأس العرب في قطر جميع من كان يقود المؤتمرات والاجتماعات هن أعضاء موظفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، كل واحد باختصاصه، الإعلام، التسويق، التحكيم، التنظيم، السيكوريتي، هاي الأمور كلها كانت. نحن نفتقد لهذه العملية. نحن وقت منشكل اتحاد بشكل لجان، اللجان الرئيسية قلبية لا تمتلك القدرة على اتخاذ القرار، نحكي بصراحة. دائما بيجتمع اتحاد لجنه المدربين مثلا، بيختاروا مدرب، بيجي اتحاد اللعبه بيقول لك لا بدنا فلان، هذا اللي عم يصير وهذا اللي صار في المرحله السابقه. اختيارات عشوائيه، الصداقه المحسوبيه. تمام. كيف بدنا نتطور؟ تمام استاذ فايز. هلا يعني نحن كمان يعني بخضم الحديث والتخبط اللي عم نعيشه، نحن لليوم رح تخلص السنه ولعبانين بس 9 مراحل بالدوري السوري، يعني قليل كثير، وانت عندك منتخب وعندك استحقاقات لسه لقدام وعندك رزنامه مضغوطه. من خلال يعني انت تاريخك ما شاء الله كرياضي وكاعلامي، سبق ومرينا بهيك انه فتره طويله نلعب فيها. في احد المواسم استمرت بطوله الدوري السوري لمده 2 عام. نعم 2 سنين. بتحس انه هذا الشيء رح يتكرر اليوم؟ 2 سنين يعني، هي مو شغله جديده، هي مو شغله جديده، لكن احنا بنقول مثلا نحن في عندنا مشكله الملاعب مثلا. هلا في اللاذقيه الملاعب مثل ما شفنا يعني غير صالحه للعب، غير صالحه لشيء يعني. طيب ماشي الحال، انت رح تاجل اجباري هون. طيب. عندك اعداد المنتخب الوطني للتصفيات المتبقيه من كاس العالم، هن في عندنا صفي 4 مباريات، يعني المشكله يمكن نحن نخلص الدوري السنه الجايه. هي مو اول مره بتصير، دائما احنا متعودين على المساله هي. صحيح كابتن، بس عفوا خليني اقاطعك، انا بعتذر مشان الوقت. السنه الايام الماضيه القديمه اللي عم تحكي عنها ما كان في هذا الالتزام المالي. من شوي قلت انت عم يندفع 1 و 2 مليار بس ما عم يكون في تنظيم. صح. انت اليوم في التزام مالي وضخم. صح. يعني اليوم لاعب كره القدم يعتبر صاحب راتب عالي، ما له راتب منخفض يعني. لهيك هذا الشيء رح تعاني منه الانديه. صح. ممكن الموسم الجاي او هذا الموسم نشوف انديه تنسحب او ما تكمل دوري إذا ضلينا هيك عم نأجل؟ أكيد أكيد أكيد، كل شيء وارد. يعني في أندية هلا ما عندها قدرة، هي بتعتمد على مثلا على ريوع الجمهور، على الداعمين من قبل بعض رجال الأعمال، إذا سحب إيده على رجل الأعمال صفة النادي ما في عنده إمكانية، حتى الأندية الكبيرة. يعني أعطيك مثال معلش، نادي الوحدة يلي هو صاحب الإمكانيات المادية الكبيرة وصاحب الريوع، عم نشوفه نحن عم يعاني من مشاكل مادية كبيرة ومن ديون للفنادق إلى آخره. طب خلينا نحكي على الانديه اللي ما عندها استثمارات مثل نادي الفتوه مثلا يلي عم يعاني ولاعبين مقيمين، هو اساسا خارج ارضه يعني. نعم نعم، يعني نادي الفتوه يلي عم يحاول كل جهد، وكثر خير المتبرعين، انا بسميهم مجانين كره القدم. نحن لولا مجانين كره القدم في سوريا لما عاشت بعض الانديه، نحكيها بصراحه، لما عاشت بعض الانديه. نحن ما في عندنا استقرار لا اداري ولا فني ولا مالي ولا 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 ولا. اخي عيدوا الاحتراف من اول وجديد، حطوا قيود جديده، الله يرحم ايام الهوايه. طيب رح نوقف شوي مع شوية معايدات من لعيبة كرة القدم عم يعايدوا اكيد كل العالم بفيديو السيلفي، خلينا نشوفهم ونرجع بنحكي كرة قدم استاذ. فيديوز. Happy New Year. I hope to the best 2022. وان شاء الله تكون سنة خير وفرح ومحبة وسلام على الجميع لكل اهلنا بسوريا. كل سنة وانتم سالمين. ان شاء الله السنة الجاية تكون افضل على سوريا باذن الله. عايد اخواتنا واهلنا وحبايبنا باذن الله. نحن بنوع الجماهير ان تكون هاي السنه مغايره. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله سنه سعيده لكل سوريا، ان شاء الله المحبه بتضل مع سوريا. بتمنى انه نحن نقدم شيء يليق باسم سوريا بالتصفيات. ان شاء الله بتكون سنه خير علي وعلى اهلي وعلى عائلتي وعلى سوريا واهل سوريا، ان شاء الله بالخير، وان شاء الله تكون سنه مميزه، واكيد ان شاء الله على مستوى الرياضه ان شاء الله بتكون سنه كمان مميزه، على مستوى بقيه المباريات والتصفيات ان شاء الله بتكون نتائجنا افضل من قبل، ان شاء الله يا رب سنه مميزه على الجميع ان شاء الله. طبعا تحيه للاعبي منتخبنا الوطني المعسكرين بحلب حاليا، الكباتن كلهم كانوا من خلال الحصه التدريبيه الاولى اليوم بعثوا لنا المعايده. كابتن فايز، يعني سنه رح تكون من اولها على اعصابنا نحن ان شاء الله كجمهور سوري، بس رح نفرح اذا الله راد انه حل. بقى عندنا لعبتين بالشهر الاول او بالنافذه الاولى والنافذه الثانيه رح تكون ان شاء الله بالشهر الاول. كيف تشوف مبارياتنا يعني هلا اللي جايين؟ يعني عندنا مباراه كثير مهمه ضد الامارات. نعم، يعني غير نوع نحن انه اللجنه المؤقته طلبت الاتحاد الاماراتي الموافقه على اقامه مبارياتنا البيتيه بنسميها احنا في ارضنا، في ملاعب اللي على ارضنا. نعم، الان نحن بانتظار او اللجنه المؤقته بانتظار موافقه الاتحاد الدولي، يعني وان شاء الله بيوافق الاتحاد الدولي. ليش؟ طبعا تم اختيار الارض في الامارات. نحن بنعرف انه الاجواء رح تكون سيئه جدا، بارده، الطقس بارد رح يكون في الملاعب الاردنيه، وشكرا للاتحاد الاردني طبعا على انه استضاف مباريات منتخبنا، لكن الظروف المناخيه رح تلعب دور سلبي اذا لعبنا احنا في ملاعب الاردن. تم اختيار الامارات، ارض ملاعب جيده جدا، المناخ مناسب، امكانيه عطاء اللاعب رح تكون اكبر، وطبعا هذا كان من طلب اللجنه المؤقته الكابتن نبيل السباعي رئيس اللجنه والمدرب الروماني تيتا، وتم الموافقه. يعني نحكيها بصراحه، انا من خلال عملي مع اللجنه المؤقته في مكتب الاعلام خلال الشهرين الماضيين لمست حرصهم واندفاعهم ولتوفير كل مستلزمات النجاح للجهاز التدريبي، وتم موافقه على كل طلبات المدرب الروماني تيتا من خلال الاستعانه بجهاز تدريبي وطبي من رومانيا، وطبعا التحقوا بالمعسكر التدريبي في حلب. تمت الموافقه على كل طلبات المدرب لانجاح العمل، وان شاء الله طبعا تتوفر الظروف المناسبه لتحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الامارات. هي مباراه الفيصل حقيقه، هي مباراتنا، هي يا منكمل يا ما منكمل، وان شاء الله منكمل ان شاء الله. كابتن هذا السؤال بقى من اختصاصك 1000%، التعاطي الاعلامي مع الحاله الرياضيه خليني احكي وتحديدا كره القدم من الاعلاميين، وخليني احكي كمان من اعلاميين الفيسبوك والاشاعات اللي عم تطلع، كيف شفت التعاطي الاعلامي مع الحاله الرياضيه بهي السنه؟ هلا نحكي بصراحه، هلا في اعلام الفيسبوكي والاعلام اليوتيوبي والاعلام الرسمي، هناك تناقض كبير. البعض يبحث عن اللايكات، يبحث عن توفير عدد كبير من المتابعين لكسب مزيد من المال بالنسبه لليوتيوبر، نحن بنعرف الشيء هذا، ما بيهمه انه المهم انه هو يعمل ماده فيها اثاره، فيها اكشن لكسب المزيد من المتابعين والمال، وفي بعض حريص جدا وهون قله، الحريص على الرياضه السوريه وعلى المنتخبات الوطنيه يكتبوا بمنطقيه وبنقد موضوعي، ولكن البعض ينقد لمجرد النقد. نحكي بصراحه، يعني أنا ما بحب أحكي عن أي زميل إعلامي، لكن للأسف هناك بعض الإعلاميين الفيسبوكيين خلينا نحكي عنهم، همهم الإثارة فقط واختراع الكثير من الأخبار غير الصحيحة، وهذا عشناه خلال الفترة الماضية، بيقول لك فلان رح يروح، فلان رح يجي، مدرب فلان ما في، رح نجيب فلان ما فلان. لك يا أخي خلي الناس تشتغل، خلي اتحاد الكرة المؤقت اللجنة تشتغل، عم يشتغلوا وعم يعطوا، طب اعطوهم فرصة لمدة، هن قاعدين فترة شهرين أو ثلاثة، بيهمهم السكوب، بيهمهم السلطة الإعلامية. من البعض بحكيها بصراحة، البعض يريد فرض بعض الأشخاص في إدارة المنتخب، البعض يريد فرض أمور ثانية. طب يا أخي ليش؟ بكره بصير في انتخابات اتحاد كرة القدم، انتم روحوا ورشحوا حالكم. بس استاذ فايز، خليني اقطعك هون. هذا الحديث اللي عم تحكيه هذا بيأثر على الكل بما فيهم اللاعبين، يعني اللاعبين كلياتهم عندهم سوشيال ميديا، كله بيحضر طبعاً اللي عم يصير، السلبي والايجابي. صحيح. طبعا قديش بتلاقي هذا الشيء ما انه صح يضل مستمر، قديش بتلاقي هذا الشيء ما انه صح انه طبعاً يأثر على الرأي العام وعلى الشارع العام. اكيد اكيد اكيد. المشكله هلا نحن كلنا كل العالم صار تابع الفيسبوك وعم يصدقوا اي كلام يكتب، يعني وهذا عالم افتراضي لكن البعض عم يصدقه للاسف. لا خليني احكي شغله، يعني الاخبار الرسميه دائما، خلينا نحكي عن اتحاد كره القدم، الاخبار الرسميه اخي خذوها من الصفحه الرسميه، اتصلوا بمكتب الاعلام، اي سؤال بدكم اياه بنجاوبكم عليه نحن، لكن للاسف البعض يرى نزل خبر رح نستدعي فلان الفلاني رح يكون هو لاعب بالمنتخب الجديد، رح نجيب الاداري الفلاني يستلم. طب طولوا بالكم ما بيصير هيك الشغل، يا جماعه. مفروض انتم تكونوا طولوا بالكم شوي، في عندكم سؤال تسالوه، اسالوا المعنيين، نحن دائما بنسال ونجيب، البعض قال يسالوا، طيب ليش عم تسال وتجيب اذا بتعرف كل شيء؟ بس كابتن خلينا كمان نكون صريحين اليوم كمكاتب اعلاميه للاتحادات وتحديدا اتحاد كره القدم السابق، خليني احكي في تقصير كثير كبير، اوقات تمرق الصفحه يوم يومين ثلاثة أربعة ما نعرف غير عن دوري كرة القدم للسيدات. عفوا عم تحكي على الاتحاد السابق؟ أكيد قلت عن الاتحاد السابق. بدي أحكي لك شغلة صغيرة، معلش نحكي بصراحة، نحن استلمنا مكتب الإعلام، لا نملك شيئا في مكتب الإعلام في اتحاد كرة. أخذوا لكم الفرش والكمبيوترات. أخذونا طاولات الكراسي، أول يوم نستلم فيه فوجئنا باحد الاشخاص، اجى اخذ كراسي والطاولات، وقفنا هنا عم نتفرج. كراسي تبعه هو، هدول عهده. عم بحكي مع الجد. تفضل، اكيد بعرف عن جد، والله العظيم اكيد طيب. بعرف. ثاني شغله معلش، ما لقينا لا في اجهزه مساعده، لا في عندنا طابعه خربانه، ما في عندنا نت، ما في عندنا شيء، ومع هيك عم نشتغل كنا بظروف. وبدك تتاهل لكاس العالم. لك معلش بس والله العظيم خليني احكي بصراحه، والله انا مع احد الاتحادات اشتغلت شهر ونص وهربت. هلا انا صار لي شهرين وكم يوم، والله عم يعني نشتغل كنا من دافع والله بدون اي مقابل، المهم انه نعطي شيء، نحاول نفيد يا جماعه. بدك تهرب ولا قاعد مع الاتحاد كله؟ لا قاعد، ما راح اهرب. وقت الهريبه بخبرنا. لا احكي لك ايش ما راح اهرب، لانه والله العظيم اللي عم يشتغلوه نحكي بصراحه، اللجنه المؤقته اللي عم يشتغلوه والله عمل احترافي عم يشتغلوه، وان كان الاستاذ نبيل السباعي ولا الاستاذ توفيق سرحان. بصراحه توفيق سرحان رغم انه مرضه الشديد عم نلاقيه كل يوم من الساعه 8 الصبح موجود، نقول له سلامتك اكيد، ومع الله يعيبه شر ان شاء الله. الاستاذ نبيل السباعي عم يترك بيته وشغله، عم يكون متواجد دائما باتحاد الكره، وهلا راح يسافر على حلب حتى يتابع معسكر المنتخب. معك 40 ثانيه تحكي امنياتك، للعام القادم. اول شيء كل عام وانتم بألف خير، يا رب العام القادم يكون عام خير، مو بس على الرياضة السورية بس، فقط على كل الناس. ونتمنى طبعا إعادة البسمة للجمهور اللي هو بطل حقيقي، هو رياضي الحقيقي في سوريا الجمهور. إن شاء الله يا رب إنه نقدر نزرع الابتسامة، أو الاتحادات أو الكافة الألعاب يزرعوا الابتسامة وجهها للجمهور. شكرا كثير لكم. شكرا أستاذ فايز وهبي، أكيد دائما سباق في الصراحة وفي الكلام الحقيقي والمباشر جدا. شكرا لك الأستاذ فايز وهبي المدير المكتب الإعلامي حاليا ولاعب كرة القدم السابق في سوريا. شكرا كابتن. شكرا لك كابتن فايز، إن شاء الله الصحة والسلامة لك ولكل المشاهدين. مشاهدينا فاصل وراجعين، خليكم معنا. حبيت أوجه تحية للشعب السوري وللجمهور للرياضة بسوريا، وأتمنى لكم سنة حلوة على الجميع إن شاء الله يا رب، وتحققوا كل أمانيكم على 2022، وسنة حلوة تكون كمان على الرياضة السورية بكافة المجالات الرياضية. Hello brothers and sisters. I hope New Year will bring to us health, peace, happiness and love. Bye bye. Merry Christmas and Happy New Year لكل أسرة كرة السلة بسوريا ولكل أسرة الرياضيين. بحب أتوجه بالمعايدة لبروجرام 90 دقيقة ولقناة سماء ولكل الستاف اللي عم يشتغل، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تبقى سوريا بخير والرياضيين بألف خير. ميري كريسماس، كل عام وانتم بخير، ميلاد مجيد لكل السوريين، وإن شاء الله تكون سنة خير ومحبة وأمل وسلام. بحب أعيد أسرة قناة سما كل القائمين على برنامج 90 دقيقة. عبر برنامج 90 دقيقة بحب لكم ينعاد عليكم على جمهور الرياضة بسوريا بألف ألف خير بمناسبة الأعياد السنة الجديدة. مرحبا، يسعد أوقاتكم جميعا. بدي أتمنى للجمهور السوري وللشعب السوري بأنه تكون سنة 2022 سنة محبة وخير وسعادة للكل إن شاء الله، تكون فيها بدايات خير. ميري كريسماس على الجميع، عاد عليكم صحة وعافية لأسرة الرياضة ولأسرة قناة السما وبرنامج 90 دقيقة. كل سنة وأنتم سالمين، إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة خير عليكم، تكونوا بصحة وتكونوا بألف خير يا رب. العام وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب، وسنة خير على الجميع. وبحب أتشكر كل القائمين على قناة سما وبرنامج 90 دقيقة، كل عام وأنتم بخير. عن طريق برنامج 90 دقيقة حابب عايد الكل، كل الجمهور السوري وكل سوري بالسنة الجديدة إن شاء الله، بتمنى تكون سنة خير على الجميع. عبر برنامج 90 دقيقة بدي لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، بتمنى لكم سنة جديدة كلها نجاحات. مجد عربشة. أكيد بدنا نقول لهم لكل الشباب، لكل اللاعبين، لكل الأندية، كل عام وانتم بألف خير. شكرا لكل الشباب اللي تعاونوا معنا بإرسال فيديو سيلفي خاص بمعايدات تم توجيهها لكم جماهيرنا. مشاهدينا، بينضم لنا الآن عبر الهاتف المدرب عماد عثمان. بنقول لك يسعد مساك كابتن عماد، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير يا رب. مساء الخير أخي مجد، مساء الخير أخي عمر، يا أهلا، وإن شاء الله عام سعيد على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مساء الخير كابتن. مساء الخير عمر. فورا رح نبلش بتقرير بنقدر نشوفه سوا ونرجع بنحكي كرة سلة. تقرير. في اللعبة الشعبية الثانية بدت الأمور أكثر إشراقاً خلال العام 2021، ومزاج الشارع الرياضي أكثر اعتدالاً وتفاؤلاً بفضل ما تحقق من خطوات عملية تشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح لإعادة سلتنا إلى ألقها القديم. وما بين اللجنة المؤقتة التي قادت دفة السفينة في النصف الأول من العام ووصولا إلى انتخابات سلوية ساخنة، جاءت بالنجم الدولي السابق طريف قطرش إلى سدة الرئاسة، نجح منتخبها انتصارات مهمة وتاريخية على كل من إيران وقطر، وقبل ذلك على السعودية، فاستحق رجال منتخبنا التكريم الكريم لدى عودتهم. وفي تشرين الثاني الماضي وبعد جهد كبير من المسؤولين عن اللعبة، كسرت كرة السلة الحظر المفروض على ملاعبنا وصالاتنا بعد أن أثمرت جهود المسؤولين عن اللعبة في إقناع الاتحاد الدولي باستضافة مبارياتنا ضمن التصفيات المونديالية، فكانت المباراة مع كازاخستان رغم نتيجتها غير المرضية باكورة عودة الجماهير السورية لمتابعة منتخباتها الوطنية، وذلك في صالة الفيحاء التي تمت إعادة صيانتها بالكامل. وقبيل انتهاء عام 2021 شهدت السلة السورية حدثاً مميزاً تمثل بافتتاح صالة الحمدانية العملاقة، والتي تزينت بحلة جميلة للغاية أشاد بها كل من تابع مباراة الاتحاد والجيش في بطولة الدوري. أما منتخبنا الوطني للسيدات شارك بدوره في بطولة آسيا المستوى بي، وذلك للمرة الأولى منذ 35 عاماً دون أن يحقق ما كان مطلوباً منه. التمريرة السحرية، عشان هيك مهاراتهم الفردية. على مستوى البطولات المحلية صنع الكرامة الحدث بعد أن نقل لقب بطولة الدوري إلى حمص للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن سيطرت حلب ودمشق على اللقب لأكثر من نصف قرن. وبات خالد أبو طوق مدرب الفريق أول من يتمكن من الفوز بلقب بطولة الدوري مع ناديين مختلفين. كرة السلة عرفت نقلة نوعية في العام 2021 من خلال النقل التلفزيوني الحضاري الذي أشاد به الجميع عبر قناة سما الفضائية، وذلك عبر النقل الإلكتروني لكافة المباريات عبر تطبيق وصفحة سما الرياضية. قناة سما الفضائية برحب فيكم. أما في دوري السيدات فقد أحكم فريق الثورة قبضته على بطولة الدوري للسنة الثالثة على التوالي، وكرس نهضته السلوية من خلال احتلال المركز الثاني في البطولة العربية، والتي جرت في الأردن بعد أن خسر المباراة النهائية أمام بيروت اللبناني. برجع برحب فيك كابتن عماد. مثل ما شفت معنا بالتقرير كنا عم نحكي عن حصاد كرة السلة العام الفائت. تغيير من لجنة من اتحاد باستقالة اتحاد برئاسة الكابتن جلال نقراش إلى لجنة مؤقتة برئاسة الكابتن علاء جوخجي إلى انتخابات أدت إلى فوز الكابتن طريف قطرش برئاسة الاتحاد. قد شفت عمل اللجنة المؤقتة الجهد اللي حطوه بقلب كرة السلة؟ قد اليوم عم تشوف عمل اتحاد كرة السلة بهذا المجال؟ نعم، أول شيء أخي عمر يعني خليني بالبداية أشكر كل إنسان ساهم باستمرار الرياضة بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص خلال الفترة الصعبة الماضية اللي مرت على البلد. يعني هذا جهد كبير بذلوا الجميع من لاعبين أو إداريين أو مدربين أو حتى إعلاميين ومشجعين. يعني اليوم عم نشوف بمباراة بين الجيش وبين الاتحاد بصالة الحمدانية بعتقد 12,000 متفرج، شغلة عظيمة يعني، وقليل من الدول العربية اللي بنشوف هيك حضور جماهيري. صحيح. هلا بنرجع لسؤالك عمر بموضوع الانتقال من الاتحاد القديم للاتحاد الجديد. ما في شك انه الشباب اللي استلموا الاتحاد الجديد عملوا يعني نقله نوعيه بجانب من جوانب التطور. يعني نحن بنعرف انه دائما التطور له محورين، المحور الاول هو التطور بالادوات والمحور الثاني هو التطور بالمفاهيم والافكار. الاتحاد الجديد قدر يعمل تطور بالادوات، يعني مثلا بالصالات شفنا صاله الفيحاء رجعت صاله تقدر تستقبل بطولات، صاله الحمدانيه يلي انا بتذكر يعني عمر يمكن بتعرف انه من ايام ما كنا نلعب انا كنا موعودين انه نلعب عليها. صحيح. الحمد لله شفنا هلا افتتاحها، وهذا جزء مهم عمر. يعني موضوع الصالات جزء مهم جدا، وبتمنى نشوف حاليا بالمنطقه الوسطى لانه يعني حمص وحما صدقني فيها يعني خامات ولاعبين واعدين على مستوى عالي لو بتوفر لها الادوات والاهتمام مثل ما موجود بقيه المحافظات. يعني هلا بالمحور الثاني اللي هو الاهم عمر، محور المفاهيم والافكار، انا الحقيقه ما كثير شفت في تغيير كثير يعني عن السابق. بعدنا عم ندور بنفس يعني بنفس المحور بنفس الخط، وحتى انه كنا عم نسمع التبريرات اللي كنا عم نسمعها من الاتحاد القديم عم سمعناها تكررت رد مره ثانيه انه نحن هذا مستوانا وهذا يلي بنقدر نساوي بالوقت الحالي، الدول اللي عم نلعب ضدها سابقتنا كثير، الازمه اثرت علينا، كل هالاشياء كنا نسمعها من الاتحاد القديم وكان يعني تعرض لانتقادات رد سمعناها حتى من الاتحاد الجديد. يعني صحيح. هلا الاتحاد الجديد مو المطلوب منه انه يخلينا نسمع هي التبريرات، المطلوب منه انه يلاقي لنا حلول. يعني ناس عندهم الخبره وعندهم الكفاءه، الجماهير عم تستنى منهم انه تشوف الحلول، تشوف مفاهيم جديده، تشوف افكار جديده خارج الصندوق لحتى تنقل كره السله من مستوى لمستوى. برجع بقول انه التطور هو محورين، موضوع الادوات هو موضوع سهل ونحن ماشيين فيه وصار في تطور بهذا المجال. عم ننتظر حاليا تطور بالتخطيط، نشوف في تخطيط سليم، نشوف في يعني اهداف استراتيجيه واهداف مرحليه عم تتحقق. انا بعتقد هذا الاتحاد الجديد كان قدام فرصه ذهبيه انه يورجينا مستوى التخطيط اللي عنده من خلال الهدف البعيد هو التأهل لكأس العالم، وكان في اهداف مرحليه هي النوافذ اللي كان عم يلعبها. كان لازم نشوف يعني مؤشرات للتخطيط بالنوافذ اللي مرت. يعني مثلا بالنافذه السابقه وقت لعبنا مع كازاخستان كنت بتامل وكنت حقيقه عم ننتظر انه نكسب المباراتين، ونحن ما كنا بعاد عن انه نكسب المباراتين الحقيقه، لكن يلي شفته بخلال النافذتين ما شفت ابدا مؤشرات للتخطيط لانه يعني مدرب كان بعيد طول الفتره ولقينا فجأة موصل على المباراة. يعني تماما تماما كابتن، عفوا بس بدي اتابع حضرتك بما يخص موضوع المنتخب. نحن منتخبنا يعني اذا بنشوف من بدايه العام كيف بلش، كان عندنا مباريات فزنا على ايران، فزنا على قطر، فزنا على السعوديه، يعني بنوافذ متقطعه وليست متتاليه يعني، وضمننا نكون ضمن افضل 12 منتخب باسيا لنكون باندونيسيا ان شاء الله. بعدين لعبنا التصفيات الموندياليه كازاخستان، خسرنا مرتين مثل ما قلت حضرتك، كان قريبين من الفوز بالمباراتين بس يعني تفاصيل بسيطه هي اللي سبب الخساره. المرحله القادمه عندنا مشاركه ببطوله دبي الدوليه للمنتخبات، بوجهه نظرك قديش هي البطوله مهمه تحضيرا لاستضافه او مواجهه ايران والبحرين؟ هي مرحله مهمه، بس انا خلينا اللي بتحس انه المدرب لا مو عرفان مين عم يستخدم من اللاعبين. ايوه بالضبط بالضبط، هذا الاحساس بيجيك وانت عم تشوف انه المدرب 100% كان عم يجرب اللاعبين تجريب، يعني اذا مشي راح يخليه يكمل، اذا ما مشي راح يسحبه، بس كان فات الاوان، يعني الاخطاء صارت. وبالمباراه الثانيه عمر اذا بتتذكر للخمس دقائق الاخيره من المباراه نحن بالجيم، لكن وضع لاعب بمكان غير مكانه المناسب، ساوت 2-3 تيرن اوفر، قلبت المباراه وخسرنا المباراه. لكن انا اللي بدي اقوله عمر اللي اهم من موضوع الاسباب التكتيكيه اللي خسرتنا المباراه انه عدم وجود مؤشرات للتخطيط، لو كان في مؤشرات للتخطيط كنا عم يستد باعلى رتم، كان يعني الرتم عم يعلى هجوميا ودفاعيا، تركيز اللاعبين عم يصير اعلى وعم ياخذ المباراه، هذا دليل على انه فريق محضر، بعكس فريقنا تماما عم يبدا بشكل انفعالي وعم يبدا بشكل دائم ومدرب ما له موجود دائم، يعني كازاخستان اعطيت مثال عليها، مدرب متواجد دائما معهم بالصالات وبالمباريات، ونحن على عكس ذلك. أكيد طبعا هذا أحد الأسباب، يعني وقت اللي بيكون مدرب بعيد وعم يخلي مساعد المدرب طول الفترة هو اللي عم يشتغل، ورد عم نشوف مساعد مدرب يختلف عن مساعد المدرب اللي كان موجود معه بالسابق، وفجأة بنشوف المدرب على الخط عم يعطي التعليمات، هذا عدم استقرار وبيؤدي يلي شفناه. الشغله الثانيه المهمه نحن انت عم بتفاجئ انه وقت ما بيكون عبد الوهاب بالتشكيله، ثاني يوم بسمع انه اعتزل اللعب على المستوى الدوري، هذا معناته عبد الوهاب كابتن اكيد حديثك جميل ورائع وكله ملاحظات حقيقيه، بس احنا لنستغل الوقت بدنا نحكي كمان بما يخص الانديه السوريه. الموسم الماضي شهد تتويج لأول مرة نادي من خارج مدينتي دمشق وحلب، اللي هو نادي الكرامة اللي بلش ببداية الدوري بقوة، واللي اجتهد برئاسة النادي الدكتور غسان قصير اللي كان من البداية حابب يجيب الدوري على حمص، وفعلا قدر ياخذ الدوري على حمص. يعني فعلا هي من الأشياء الإيجابية والنقاط المضيئة أنه نادي الكرامة قدر أول مرة بتاريخه يحصل على البطولة، ومثل ما قلت لك أنا آمن أنه بالمنطقة الوسطى بحما وحمص في خامات ممتازة، خامات جيدة ممكن يعني تطور كرة السلة بسوريا. يعني كمان ما ننسى حتى نادي الوحدة بهذا العام شفناه رجع عم ينافس بالموسم، وصل لمراحل متقدمة بعد ما كان بالسنين الماضية يعني مبتعد. كل هالاشياء يعني اتساع قاعده المنافسه يعني بيعطي اهميه للدوري، بيرفع من مستوى الدوري وبينعكس بالتالي على المنتخب. مسؤوليه بالتاكيد الانديه عليها مسؤوليه، بالتاكيد اللاعبين عليهم مسؤوليه، اللاعبين انا شايف اللاعبين المنتخب الوطني في تراجع كبير لبعض اللاعبين، في لاعبين وقف مستواهم على مستوى معين، يعني ما لازم نحن نحمل الاتحاد والانديه فقط المسؤوليه، اللاعبين ايضا عليهم صحيح. مسؤوليه شخصيه، يعني انا بعطي مثال ميشيل معدنلي ما هو لاعب موهوب بالفطره، يعني ما عنده الامكانيات اللي كانت موجوده عند عنور عبد الحي مثلا، لكن ميشيل معدنلي وصل لأعلى مستويات بآسيا بسبب أنه كان يبذل جهد صحيح. بسبب أنه كان هو يتدرب يبذل جهد شخصي، يعني اللاعب لازم يكون عنده هي الرغبه. يعني نسب اللاعبين عندنا بالمنتخب الوطني ما هي نسب لاعب منتخب وطني يعني. تماما. دائما نسمع نحن من مسؤولين على كره على المنتخب الوطني انه نحن عم نلعب بالطريقه الحديثه، انا ما شفت اي شيء بيتعلق بالطريقه الحديثه، الطريقه الحديثه يعني الفريق لازم يلعب بسرعه ولازم يكون نسب مميزه بالتريكو. نحن عندنا الحديثه تتقدم وتخسر مره ثانيه، تكون متقدم بالسكور ترجع تهيك. نحن على ما يبدو كابتن خلينا نحكي بما انك انت محلل لكره السله اكيد حاليا باكثر من قناه تلفزيونيه، النقل التلفزيوني عبر قناة سما وعبر تطبيق قناة سما، قد ايه برأيك هذا عم يفيد اللاعبين؟ قد ايش عم يفيد الجمهور؟ قد ايش عم يفيد يرفع المستوى العام بكرة السلة؟ اليوم عم نشوف الجمهور صار عم يحكي كرة سلة، بيعرفوا بمصطلحات كرة سلة، ثقافة كرة السلة اللي عم تماما يلي عم يشوفوها، عم نشوفها من الجمهور بردات الفعل تبع جماهير الأندية، بتحس انه الناس ايه حافظة قانون وبتعرف الغلط هون وعم تعرف فريقها ليش خسر وفريقهم هون ليش ربح. الو ايه عم نسمعك كابتن، تفضل. الصوت واضح؟ ايه تمام كابتن تفضل. عمر بالتاكيد الاعلام حلقه مهمه جدا بحلقات التطور بالرياضه وتحديدا بكره السله. انا اللي عم شوفه يعني، وهذه مش مجامله عمر، مو هي مجامله لك، لكن انا بتذكر بال 2009 2010 اللي هو اهم دوري انا بعتقد مر على تاريخ سوريا، كان لك دور كبير جدا بموضوع نجاح هذاك الدوري. كنا نشوف يعني النقل التلفزيوني اللي كنت انا بتذكر كنت عم تعلق على المباريات، كان عم يعطي القيمه الاضافيه، عم يكون راي عام، كان عم يوعي الناس، يعني كان عم يعرف الناس اكثر بتفاصيل اللعبه، كونك مدرب ولاعب وعارف شو عم يصير بالملعب، وهذا الشيء مهم جدا جدا لحتى تنتشر الثقافة الصحيحة لكرة السلة عند الجماهير، ويبتدوا كمان وقت بتنتشر الثقافة الصحيحة يبتدوا يتعاملوا بطريقة صحيحة مع المباريات. يعني ما بيكفي انه انا والله شجع الفريق اللي انا عم شجعه بس لانه ربح، وقت اللي بيخسر بكسر الصالة وبرميها على الملعب، هاي يعني هذا ما بيبني كرة سلة ولا بيبني ولا بيطور كرة سلة. النقل التلفزيوني انا عم شوفه عامل ايجابي، انا الاستديو التحليلي اللي عم يصير عم شوفه عامل ايجابي، بكون راي عام، بينشر الثقافه الصحيحه لكره السله، وانا يعني بتمنى انكم تستمروا، بتمنى انكم يعني دائما بتلاقوا الحلول، يعني بالرغم من الصعوبات اللي عم نعاني منها بسوريا، بالرغم ان شاء الله اكيد كابتن المصادر عم شوفكم عم تلاقوا الحلول أكيد. وبتمنى لكم التوفيق دائما كابتن. خلينا نشوف أكيد رح نشوف شيء عن نتائج الدوري وعن شوف الجرافيك الخاص بنتائج المرحلة الخامسة اللي شهدت عدة مباريات. طبعا الكرامة فاز على النواعير بالأسبوع الرابع 71-69، الوحدة فاز على الحرية 77-50، الجلاء فاز على الثورة 74-37، طليعة فاز على الوسبة خسر مع الوسبة 79-85، الجيش فاز على حطين 80-59، الاتحاد فاز بفارق كتير كبير على الفيحاء 151-57، الأسبوع الخامس الحرية فاز على الفيحاء 81-48، الجيش فاز على الجلاء 73-66، الثورة خسر على الكرامة 92-46، نواعير فاز على حطين 78-62، الوحدة فاز على الطليعة 88-65، والاتحاد فاز على الوسبة 90-53. كمان كابتن راح نشوف البيست فايف اللي دائما اللاعبين بيحبوا الفقرة اللي يعرفوا شو عم يصير معهم، ونرجع بنحكي كمان كرة سلة. البيست فايف رجع عم يقدر يسجل عبد الله توصل هدول النقطتين. محمد زيداني لعم يرجع بيرتكب تيرن اوفر ثاني. فاست بريك لعند اسحاق لعند جميل الضيف بيضن كعب اجواء اللقاء. شو عم تعمل يا عبد العزيز؟ بتشيل من هاني اكيد رح نشوف شو تعمل. وعمر يجب يعطيني اعاده بطريقه ولا احلى. مع البيست فايف اكيد برجع معك كابتن عماد. حكيت باول كلامك عن موضوع التواجد الجماهيري بالمدرجات. بالفعل بصاله الحمدانيه كان المنظر مثل ما بيقولوا بقشعر الابدان، منظر هيك بيعطيك رهبه بهذا الشكل. صاله عملاقه، صاله نموذجيه بشكل كثير كبير. نحكي شوي عن الجمهور اللي عم يحضر كره سله بقلب الملاعب رغم البرد اللي بقلب الصالات ورغم كل شيء. أنا والله الصوت ما كثير واضح بس راح أرجع عدلك. عم بحكي على صالة الحمدانية العملاقة ووجود جمهور حلب وجمهور نادي الاتحاد تحديدا كيف كان معبي الصالة كثير. عم بحكي على بقية جماهير الأندية، عم نشوف كل الأندية عم يجي يحضرها جماهير على مستوى الرجال وحتى على مستوى السيدات، وهذا عم نشوفه بالنقل الإلكتروني وحتى النقل بالمباريات فضائيا. كيف عم تشوف الجمهور السوري وتواجده بقلب الملعب رغم كل شيء، برد وتعتير مثل ما بنحكي، وبطاقه اوقات بتكون غاليه وعم تنقطع الكهرباء الو تفضل كابتن. نعم، عم تسمعنا كابتن؟ الو كابتن عم تسمعنا؟ والله الصوت كثير هيك عم كابتن. عن الحضور الجماهيري بالصالات رغم كل شيء عم يكونوا متواجدين. أوكي. عن الحضور الجماهيري كابتن. تمام. والله شوف عمر، يعني بالنسبه للحضور الجماهيري هي شغله ملفته جدا جدا يعني، ودائما الجمهور السوري خاصه بكره السله يعني متعطش للعبه وعم ينتظر يعني ترجع الامور طبيعيه لحتى نشوفه بهذا الحجم الملفت. يعني صاله الحمدانيه وقت اللي بتشوف هذا الحضور بتحس حالك عم تشوف يعني يورو ليج. صحيح. مثل ما عم نشوف بهي المباريات هذا المستوى وهذا الحجم. يعني انا بعتقد هي الميزه لازم يعني يستفيد منها الاتحاد، يستفيد منها الانديه، لانه يعني انا عم احكي من معاناه من هالناحيه. نحن في اماكن و يعني في بلدان ما في هذا الحضور الجماهيري ابدا، يعني بالعكس بسوريا يعني هي ميزه كبيره ولازم نستفاد منها، وهي الاشياء اللي لازم يعني تجيب تسويق وتجيب اعلان وتجيب اعلام، وهذا بيساعد على انه تتطور الرياضه وانه تكون يعني ينعكس على اللاعبين ايضا. كابتن دائما كلامك صريح وواضح، وبتعرف قد ايه انا بحب رايك بكره السله. انت مدرب سابق ولاعب دولي سابق واكيد خبره دوليه في تحليل كره السله. كابتن عماد، باخر هذا اللقاء امنياتك للعام القادم شو هي؟ والله يا عمر، اول شيء بتمنى لكم على الصعيد الشخصي انت والاخ مجد يعني بسلام. النجاح دائما. شكرا لك. والحياه السعيده والصحه. وعلى المستوى العام بتمنى للبلد انه تكون دائما بخير والرياضه السوريه دائما بخير، وبتمنى الحلم اللي عندي دائما بموضوع كره السله انه شوف كره السله السوريه على المستوى الاسيوي بالقمه ان شاء الله وبالصداره. بتمنى لكم عام سعيد واعياد ميلاد مجيده للجميع. شكرا كابتن، كل عام وانت بخير اكيد، وكل الشباب السوريين الموجودين في دوله الامارات تحديدا اللي عم يسمعونا حاليا كل عام وهن بخير، لالكم ولعيالكم ان شاء الله تكونوا بالف خير. شكرا كابتن عماد. اكيد حكينا الحلقه الماضيه على موضوع تطبيق سماء الرياضيه. هذا التطبيق الالكتروني صار متواجد على المتجرين جوجل بلاي وعلى الاب ستور، اي انسان فيكم قادر ينزله. اكيد رح تشوفوا فيديو عن طريقه تحميل هذا البرنامج. باول السنه، باول يوم من هي السنه، ما بقى رح تطلع المباريات الالكترونيه الا على تطبيق سماء الرياضيه على الفيسبوك او على غير صفحه، ابدا ما بقى تطلع، لانه هذا يلي مطلوب مننا ب الاتحاد كرة السلة، وهذا الشيء الأمثل فنيا لنا بموضوع الجودة الرقمية، موضوع جودة الصورة، جودة النقل على تطبيق سما الرياضية. رح نشوف هذا الفيديو نرجع نحكي. برنامج 90 دقيقة. بحب لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة، وإن شاء الله السنة الجاية بتكون كلها فرح وسعادة وانتصارات رياضية إن شاء الله. يسعد مساكم حبايب القلب، حبيت أعيدكم بهذا الفيديو، وإن شاء الله أيامكم كلها خير وفرح مثل ما كانت سنة 2021 سنة خير بالنسبة لي. مثل ما الكل بيعرف أنا حققت الإنجاز الأولمبي، إن شاء الله السنة القادمة سنة 2022 بتكون سنة تميز لكل مواطن سوري بأي مجال كان. مساء الخير من جديد مشاهدينا. طبعا مثل ما تابعنا كلياتنا هي السنة أولمبياد طوكيو اللي هي دائما تجي الأولمبياد بعدد زوجي، بس هالمرة اجت عدد فردي. تم تأجيل البطولة بسبب فيروس كورونا، فانلعبت ب 2021. كانت البسمة السورية الوحيدة خلينا نقول نوعا ما من القلب هي السنة هي بهي المشاركة الأولمبية، رغم أنه كانت بعثتنا صغيرة. صحيح. ما كان عندنا عدد كبير من المشاركين، ولكن علمت خلينا نقول بهي البطولة ببرونزية البطل الرباع معن اسعد. وخلال السنه كمان كنا مبسوطين وعم تابع نتائج لاعبينا الفرديين اللي قدروا يوصلوا للاولمبياد. هن كلياتهم ابطال، لانه ما حدا وصل لهالمكان غير هو كان بطل بلعبته، لهيك هو موجود بالاولمبياد. خلونا نتابع هذا التقرير عن مشاركتنا باولمبياد طوكيو 2020. ما بين العتم الذي عاشته رياضتنا بشكل عام في سنة 2021 والتغييرات العديدة التي طرأت على الجسم الإداري لعدد من الاتحادات والألعاب، جاءت مشاركتنا في الألعاب الأولمبية في طوكيو لتضيء شمعة صغيرة أفرحت القلوب وكرست مقولة المستحيل ليس سورياً. فمن خلال وفد لم يتعدى قوامه 6 أشخاص ارتفع علم سوريا عالياً في واحدة من أصعب وأقوى الدورات الأولمبية على الإطلاق. الرباع معن أسعد أهدى سوريا رابع ميدالياتها الأولمبية على الإطلاق، والأولى منذ 17 عاماً بعد أن قهر الأرقام بساعديه، محققاً برونزية وزن زائد 109 كيلوغرام ومتفوقاً على العديد من أبطال رياضة رفع الأثقال التي انضمت إلى كل من الملاكمة وألعاب القوى والمصارعة في قائمة الرياضات التي شهدنا فيها صعوداً إلى منصات التتويج الأولمبية. الإشراقة الأخرى تمثلت في الشابة اليافعة هند ضاضة التي استأثرت باهتمام عالمي كبير بعدما باتت أصغر رياضية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية منذ الحرب العالمية الثانية، في حين كان الفارس أحمد حمشو أول سوري ينجح في انتزاع بطاقة تأهل مباشرة إلى الأولمبياد. أما غزالنا مجدي الدين غزال ومحمد ماسو وأيمن كرزية فلم يحالفهم الحظ رغم تحطيم بعض الأرقام، على أمل التعويض في قادمة الأيام. الاتحاد العربي السوري للفروسية كان من بين أنشط اتحاداتنا الرياضية وأكثرها تألقاً على المستوى الخارجي، فحقق فارسنا عمر حمشو المركز الثالث في مسابقة الجائزة الكبرى لبطولة الشارقة الدولية، كما تأهل الفارس أحمد حمشو إلى بطولة كأس العالم في السويد، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث للدور العربي ضمن المجموعة السابعة المؤهل إلى بطولة كأس العالم. في بطولة الأغر الدولية لقفز الحواجز فاز الفارس أحمد صابر حمشو ببطولة الجائزة الكبرى، فيما جاءت الفارسة شام الأسد في المركز الثاني والفارس ليث العلي في المركز الثالث. أما في دورة الوفاء 25 والتي شهدت مشاركة عدد من الدول الصديقة على ارتفاع 145 سنتيمتر، فازت الفارسة شام الأسد بالمركز الأول. في كرة اليد عدنا للمشاركة الآسيوية على صعيد فئة السيدات بعد انقطاع دام منذ عام 87، لكن مشاركتنا حملت الكثير من الجدل، وخاصة بعد النتائج التي تسجلت، حيث تجرعنا خسارات قياسية في بعض من هذه المباريات. منتخبنا عاد إلى دمشق بعد أن احتل المركز الثامن في البطولة. أما على مستوى النشاط المحلي فقد توجت الطليعة بلقب بطولة الدوري للمرة الثانية في تاريخه، في حين اقتصر دوري السيدات على 3 أندية فقط. وفي بقية الألعاب حققنا بعض الميداليات العربية هنا وهناك، لكن معظم الاتحادات بقي نائما بالعسل، على أمل أن يستفيق في العام 2022. كمان على مستوى كرة القدم سنة 2021 كانت مميزة للأندية والمنتخبات اللي بتلبس أزرق. خلونا نشوف هذا التقرير. على الرغم من أن ملاعب كرة القدم في أوروبا تخلصت من حالة الصمت التي عرفتها في العام السابق، فاستعادت صخب الجماهير المتحمسة على المدرجات، إلا أن عالم كرة القدم الأوروبية عانى من حالة من الترنح خلال العام 2021 مع استمرار التهديد الذي يشكله وباء كوفيد-19. اللون الأزرق هيمن على كرة القدم العالمية في العام 2021، فتوجت إيطاليا بطلة لأوروبا للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز بركلات الترجيح على إنجلترا في المباراة النهائية التي جرت في ملعب ويمبلي، في حين حققت فرنسا لقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية بعد أن تغلبت على إسبانيا بهدفين لهدف، ليؤكد أبطال العالم أنهم لا زالوا المرشح الأول للفوز بالمونديال المقبل. في أمريكا الجنوبية أنهت الأرجنتين صياماً مع الألقاب دام 28 عاماً لتحقق لقبها الكبير الأول من خلال الفوز بكأس كوبا أمريكا، وذلك بعد أن تغلبت على البرازيل في ميدانها وأمام جماهيرها، وبهذا اللقب فك النجم ليونيل ميسي عقدة التتويج بالألقاب مع منتخب بلاده، وهو ما ساعده على الفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، في حين عادل منتخب التانغو رقم الأوروغواي في عدد مرات الفوز بالبطولة اللاتينية ب15 لقباً. على مستوى الأندية طغى اللون الأزرق أيضاً بدرجاته المختلفة، فتوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وكذلك بلقب كأس السوبر الأوروبي، فيما استعاد مانشستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن فقده لصالح ليفربول في العام الفائت، ليرفع عدد ألقابه في البريمير ليج إلى 7، فيما ذهب كأس إنجلترا لصالح فريق ليستر سيتي وذلك للمرة الأولى في تاريخه. في إسبانيا كان عشاق الليغا على موعد استثنائي في العام 2021 بعد أن توزعت الألقاب المحلية ال4 على أندية مختلفة دون أن يكون ريال مدريد واحدا منها. أتلتيكو مدريد اخترق ثنائية الريال وبرشلونة ليفوز بلقب بطولة الدوري للمرة الثانية في آخر 9 سنوات، بينما حقق البارسا لقب كأس الملك معززا رقمه القياسي ب31 لقبا، فيما توج ريال سوسيداد بكأس الملك في نسخته المؤجلة من العام 2020 على حساب جاره الباسكي أتلتيك بالغيب، حارما فريق العاصمة الفرنسية من معادلة رقم سانتيتيان القياسي ب10 ألقاب. على مستوى انتقالات اللاعبين سيبقى ميركاتو عام 2021 خالدا في ذاكرة عشاق كرة القدم لسنوات طويلة، فقد شهد مغادرة عدد من النجوم الكبار لأنديتهم في سيناريو درامي وغريب. الأرجنتيني ليونيل ميسي غادر برشلونة متجها إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية أغضبت الكثيرين من أنصار النادي الكتالوني، فيما غادر القائد التاريخي لريال مدريد سيرجيو راموس إلى باريس أيضا بعد فشل المفاوضات بينه وبين إدارة النادي الملكي. وعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى بيته القديم في مانشستر يونايتد بعد موسمين قضاهما في يوفنتوس الإيطالي حقق خلالهما كل الألقاب المحلية الممكنة. أما أغلى صفقات الموسم الفائت فتمثلت بانتقال الإنجليزي جاك غريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 117 مليون يورو بانتظار ما ستحمله رياح العام المقبل. دقيقنا 90 خلصوا هي السنة، أكيد بشوفكم الأحد القادم بعام جديد، بتمنى لكم كل الخير إن شاء الله وكل المحبة أكيد مني أنا عمر حسين ومن زميلي مجد مسلم ومن برنامج 90 دقيقة وقناة سما. ما تنسوا أكيد تفاصيل الفيديو التنزيل تبع تطبيق سما الرياضية، رح تشوفوه على صفحة سما كل التفاصيل، أي أسئلة ابعتوا على صفحة سما الرياضية رح يكون الشباب جاهزين ليجاوبوكم. من هون للأحد القادم تبوا بألف خير. أكيد مشاهدينا بتمنى لكم عام قادم جميل ورائع جدا يحمل كل الأمنيات الجميلة والرائعة للرياضة السورية، وأيضا لكم على المستوى الشخصي للغالي الأخ عمر حسينو. مشاهدينا من الآن بجدد الأحد القادم، إلى اللقاء.